بقاعة يافندا بتطوان تم عرض الفيلم المغربي طويل الميمات الثلاث لمخرجه سعد شريبي، وذلك في إطار العروض الخاصة بالمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة برسم الدورة 25 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط. ويحكي الفيلم الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى العام 2018 والذي تم عرضه على امتداد 120 دقيقة قصة الثلاثي مليكة ومواس وماثيو الذين ازدادوا ثلاثتهم في اليوم نفسه وفي الحي نفسه لتربطهم علاقة صداقة متينة خلال مرحلتي الطفولة والمراهقة رغم أوجه الاختلاف بينهم بحكم أن مليكة مسلمة ومواس يهودي وماثيو مسيحي. هذا وأنتج المخرج والسيناريست والمنتج المغربي سعد شريبي العديد من الأفلام والأشرطة الوثائقية حول مواضيع اجتماعية وتاريخية شتى، كما يعتبر ناشطا ومفكرا شارك في العديد من المؤتمرات في جميع أنحاء العالم. كما حاز سعد شريبي على ما يفوق 20 جائزة في مهرجانات وطنية ودولية، وشارك في العديد من لجان التحكيم بصفة عضو أو رئيس لعدد من المهرجانات السينمائية الوطنية والدولية.